التفاعلات الكيميائية. احنا طبعا في الحلقة السابقة مستر حسام اتكلمت مع ابنائنا وجبنا يعني ايه تفاعل كيميائي، واسترجعنا بعض المعلومات الخاصة بالصف الاول الاعدادي وانواع التفاعلات واتكلمنا معاها، وبدأنا نشوف اول نوع عندنا بالنسبة لتفاعلات الانحلال الحراري، وقلنا بنعرف النوع ده ازاي. بيبقى عندي داخل التفاعل مادة واحدة، بيخرج من التفاعل مادتين مادتين اتنين، او ويبقى اكتر، على السهم حرارة المثلث ده، ده شرط فبعرف ان تفاعل ده تفاعل ايه؟ انحلال. انحلال حراري. طبعا احنا اتكلمنا معاهم ووضحناهم يعني يمكن مثال واحد، لكن النهارده عايزين هنبدا نسترجع هذه الايه؟ الامثله الامثله، ومعانا فيديوهات للتجارب طبعا، لان احنا مش هنعرف نعمل تجارب هنا. مفيش معنى بقى نعمل. فاول مثال عندنا اللي هو كان انحلال بعض اكاسيد الفلزات. ده القانون اللي انا بشتغل عليه زي ما حضرتك شايفه كده، اكسيد الفلز بينحل بالحراره الى فلز زائد غاز الاكسجين اللي بيتصاعد. لو خدنا مثال عندنا بقى على القانون ده، المثال اللي عندي اسمه اكسيد الزئبق الأحمر الاحمر، بينحل بالحراره الى زئبق فضي اللون ويتصاعد غاز الاكسجين. وغاز الاكسجين لو حبينا نكشف عنه بنقرب له شظيه مشتعله، بيحصل لها ايه؟ تزداد اشتعال. بيزداد اشتعال. المعادله الكيميائيه عندنا يبقى دي اسمها معادله لفظيه، وقلنا اللي قبل السهم سميناها مواد متفاعله، اللي بعد السهم سميناها مواد ناتجه، اللي على السهم بنقول عليها شروط التفاعل. التفاعل. ادي المعادله الكيميائيه اللي هي 2 اتش جي او بينحل بالحراره الى 2 اتش جي زائد او 2. ده كده اول نوع عندنا. طبعا حضرتك لو هنتكلم معاهم نشوف عندنا ده فيديو بيوضح التجربه بتاعه الانحلال اكسيد الزئبق الاحمر. طبعا في الراجل هو اتحط شويه اكسيد زئبق في الانبوبه، وطبعا دي ماده صلبه، ابتدى يسخنها، ايه اللي هيحصل؟ الزئبق هيتحول لسائل لونه فضي، ودلوقتي هيتجمع على الجدار بتاع الانبوبه على هيئه ميرور او مرايه، وهيطلع غاز اللي هو غاز الايه؟ غاز الاكسجين. طبعا هو بيسخن اهوت، هيبدا يقرب شظيه، هو طبعا بياخد طبعا التسخين وقت بياخد وقت. وقت اهو ايوه اهو بدأت الشظيه المشتعله، قربها نشوف كده اهي ونركز فيها قوي. هو هو طبعا بعيد اهو، بيطفيها دلوقتي، شوف داخله ازاي، ايه اللي حصل ليها. ازدياد اشتعال، وطبعا مولعه جوه الايه؟ جوه الانبوبه، عشان خاطر بيطلع غاز اسمه غاز الايه؟ غاز الاكسجين. هنا بقى بيجي اسئله كتير على الجزء دوت، يقول لك لون اكسيد الزئبق ايه؟ هتقول له احمر. طب الزئبق بس لونه ايه؟ لونه فضي. طيب ازاي الالوان كانت حمراء اكسيد الزئبق؟ اهو الشظيه ولعت اهي، طبعا باينه في ايدي. الشظيه كانت حمراء، وبعد التفاعل اسف اكسيد الزئبق كان احمر، وبعد التفاعل بقى لونه فضي، ما عشان ده اسمه مركب. اكسيد وزئبق ده اسمه مركب، لكن الزئبق لوحده ده عنصر، فعشان كده الالوان بتختلف. ما تلزقش في دماغك كان احمر وبقى فضي ازاي. طب في سؤال بيجي يعلل، او كل اسئله تعال اللي احنا نقولها في الجزء بتاع الانحلال احنا بالحراره. وضحناها الحلقة السابقة، يعني جبنا الأسئلة ممكن جبالي عليا تكمل، لا ممكن هو يقول لي الفكره ماذا يحدث، في الاجابه، ممكن اجابتهم يقول لي علل، فبرضه عشان نوضحها لأبنائك. علل او ماذا يحدث. الاجابه بتاعتهم تبدا يقول لك علل، عند تسخين اكسيد الزئبق الاحمر يتكون رصيف فضي، او ماذا يحدث عند تسخين اكسيد الزئبق الاحمر. أو الاثنين يتغير لون أكسيد الزئبق الأحمر عند تسخينه، أو تقل كتلة أكسيد الزئبق الأحمر بعد تسخينه. مش الاجابه يبقى بتبدا السبب بايه؟ هنقول لك الاجابه، نقول لانه، خد بالك من انا اقول ينحل بالحراره ويعد، خد بالك من الثلاث كلمات دول هيتم في اي سؤال عالي اللي هقوله في الدرس بتاع النهارده، لانه ينحل بالحراره وايه ويعد، يعطي ايه؟ الناتج بتاع المعادله. طب انا بتكلم على مين دلوقتي؟ شفنا احنا الفيديو كان اكسيد الزئبق الاحمر، لما سخنته اداني زئبق لونه ايه؟ للمفضي. يبقى هنقول لان اكسيد الزئبق الاحمر ينحل بالحراره ويعطي، يعطي مين؟ زئبق فضي، ويتصاعد غاز ايه؟ غاز الاكسجين. اكشف عن غاز الاكسجين ازاي؟ شفنا الراجل قرب شظيه مشتعله. الترم ده الكواشف مهمه، انا عندي غاز الاكسجين وغاز الهيدروجين وغاز ثاني اكسيد الكربون، فاخد بالي عشان يجي يقول لك ازاي تتعرف على الغاز الناتج. فطبعا اي اكسيد فلز، مش كلهم، معظم اكسيد الفلزات بتنحل بالحراره، بقسمه نصين زي القلم كده، الاكسجين لوحده والايه؟ والفلز لوحده. طب لما جينا سخناه يا ترى القلم فضل زي ما هو؟ لا، الاكسجين خرج من الانبوبه، يبقى الكتله تفضل زي ما هي ولا هتقل؟ هتقل. ده اللي قاله مستر عادل دلوقتي. علل، عند تسخين اكسيد الزئبق الاحمر يقل وزنه. طب ليه بيقل وزنه وبتقل كتلته؟ الاجابه ثلاث كلمات، لانه ينحل بالحراره ويعطي، يعطي مين؟ الزئبق اللي هو لونه فضي، ويتصاعد غاز الايه؟ الاكسجين الذي يشتعل بفرقعه. دوت كان اول نوع من الانحلال. النوع الثاني عندنا انحلال بعض هيدروكسيدات الفلزات، وطبعا عندنا هيدروكسيد الفلز، وطبعا هنا بيبقى حراره. الهيدروكسيد بقى هنا بينحل الى مركب ابسط منه اللي انا بسميه اكسيد الفلز، ويتصاعد بخار الماء. الماء. المثال اللي عندي هيبقى هيدروكسيد هيدروكسيد النحاس الازرق، يبقى هنا ده لون تاني اهو. هيدروكسيد النحاس الازرق بينحل بالحراره الى حاجتين اتنين، اكسيد النحاس وده لونه اسود، ويتصاعد بخار الماء. الماء. لو حبينا نشوف المعادله بتاعتنا، ادي المعادله بتاعتنا، ودي معادله رمزيه موزونه، يعني بيتساوى فيها عدد ذرات الداخله في التفاعل مع عدد الذرات الناتجه من التفاعل.
فهنا سي يو او اتش الكل 2 ده هيدروكسيد النحاس الازرق بينحل بالحراره الى سي يو او ده اللي هو اكسيد النحاس الاسود، وهنا اتش 2 او ميه. طب لما اتحط السهم هنا طبعا بقى هنا بخار بخار غاز. الماء، ده عندنا بالنسبه لي هيدروكسيد النحاس الازرق. برضو هنا نقول يا جماعه الاسئله اللي ممكن تيجي برضو طبعا اكمل دي مباشره، هيدروكسيد النحاس نقط زائد نقط، او ما اثر الحراره على هيدروكسيد النحاس الازرق، دي اسئله مباشره. علل بقى، عند تسخين هيدروكسيد النحاس الازرق يتكون رأسب اسود. الاجابه بتاعتي ايه؟ لسه قايلها حالا، الثلاث كلمات احنا هنحفظهم، لانه ينحل يعني بالحراره ويعطي، يعطي ايه؟ ناتج المعادله. مين ناتج المعادله؟ اكسيد النحاس الاسود هو سي يو او، وتلقى في الكتاب في سهم الاسفل كده مكتوب عليه رأسب ايه؟ رأسب اسود. ويتصاعد مين؟ يتصاعد بخار الماء. طب هنا علل، عند تسخين هيدروكسيد النحاس الازرق بيقل وزنه، ليه؟ لانه بينحل بالحراره ويعطي، يعطي مين؟ اكسيد النحاس الاسود، ويتصاعد مين؟ بخار الميه. بخار الميه اللي خرج دوت ايه اللي حصل للوزن بتاع هيدروكسيد النحاس؟ او الكتله بتاعتي بتقل. ماشي، يبقى كده احنا خدنا كام لون قبل ما نعدي المعادله الثانيه؟ اربع الوان، احمر فضي ازرق اسود. خد بالك الالوان مهمه، احمر فضي ازرق اسود. احمر كان اكسيد الزئبق، فضي كان الزئبق بس، ازرق هيدروكسيد النحاس، اسود اكسيد النحاس. اكسيد النحاس ده هيتكرر معانا كتير. المعادله اللي بعدها عندي هنا كربونات الفلز، وهنا ايضا بتنحل الى اكسيد الفلز وغاز طبعا الكربونات، يبقى الغاز بتاع الكربونات اللي هو غاز ثاني اكسيد الكربون، وده بنكشف عنه انه بيعكر ماء الجير الرائق. يبقى كربونات الفلز تنحل بالحراره حاجتين، اكسيد فلز وثاني اكسيد الكربون. وطبعا الكلام ده مهم جدا، لان ممكن احيانا يجي يقول لي ماذا يحدث عند تسخين كربونات الفلز بس ويسيبه بعد كده. مش لازم يقول لي مين المثال اللي عندي، ما يقولش الماده. هنا عندنا المثال كربونات النحاس، وهنا خلي بالي ان كربونات النحاس لونها اخضر وليس ازرق. احنا عندنا هيدروكسيد النحاس لونه ازرق، الكربونات لونها اخضر. ايضا الكربونات بتنحل بالحراره الى اكسيد النحاس الاسود، ويتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون. المعادله بتاعتنا كربونات النحاس، يبقى اخر حاجه بتنطبق هي اول حاجه بتتكتب، يبقى CuCO3 هتنحل بالحراره الى CuO وده راسب اسود وغاز ثاني اكسيد الكربون. ده شكل المعادله بتاعتنا. نبدا نشوف فيديو كده بيوضح لنا الوضع عندنا. زي ما احنا شايفين ادى اللون الايه الاخضر عندنا بهذا الشكل. كربونات النحاس شايفينها في الجفنه او في البتاع اللي هيسخن فيها اللي هو عامل ده لونها ايه؟ لونها خضرا. وده هنا ادى اللهب اللي انا هستخدمه في عمليه بنزين. التسخين لهب بنزين هيحطه تحت. هيبدا يحرك طبعا، هو بيورينا الشكل ايه، وطبعا ده هنا جفنه اللي احنا بنسخن بيها، هيبدا يحط اللهب ونشوف ايه اللي هيحصل. نركز قوي مع اللون ونشوف اللون هيحصل له ايه. اهو بدا كده هيبدا يسخن اهو. ايه اللي بيحصل عندنا؟ زي ما احنا شايفين طبعا الحراره على ما بتوصل ليه اهو بدا جزء من اللون يتغير الى اللون الايه الاسود اهو. محدش يقول ده بيتحرق زي ما يجي بنعمل حاجه هنا بيحصل ايه عندنا؟ بيتحرق. لو ما اتحرقش هو اتحل. هنا مع التسخين انحل الى اكسيد نحاس، وده لونه ايه؟ اسود. ده اسود اهو، وطبعا بيتصاعد غاز مين؟ ثاني اكسيد الكربون. ممكن نكشف عنه بحاجتين، ان احنا لو قربنا له شظيه مشتعله هتنطفئ، او لو مررنا الغاز ده في ماء الجير بيحصل له ايه عندنا؟ بيتعكر. بيتعكر. طب هنا قبل ما معانا بدر من هنا. السلام عليكم يا بدر. عليكم السلام. ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله. طيب سؤالك ايه يا بدر؟ لو سمحت، هي الالوان بحفظ ولا ايه؟ لازم. لازم؟ لازم الالوان، لان بيجي سؤال على الالوان. تمام. يعني يقول لك ماذا يحدث عند تسخين اكسيد الزئبق الاحمر؟ هو قال لك اهو تسخين اكسيد الزئبق الاحمر، هتقول له ايه يا بدر؟ تسخين الزئبق الاحمر؟ اكسيد الزئبق الاحمر هيحصل له ايه لما سخنه؟ هينحل بالحراره. الى؟ الى اكسيد الزئبق، الى زئبق فضي اللون، ويتصاعد غاز الاكسجين. يبقى هنا الالوان مهمه جدا يا بدر. تمام ماشي يا حبيبي. الفيديوهات كويسه النهارده، معبره عن الحلقه. تمام. طيب ماشي. تمام طيب ده عندنا شكرا يا بدر. قبل ما نعدي الحته دي مستر عادل، طبعا احنا قلنا دلوقتي ايه معظم الكربونات مش كلها، عشان برضو في سؤال بيجي يقول لك ايه كربونات الصوديوم او البوتاسيوم لما اجي اسخنها بيحصل لها ايه؟ هتتفكك برضو لثاني اكسيد الكربون واكسيد صوديوم واكسيد بوتاسيوم؟ قول له لا، كربونات الصوديوم والبوتاسيوم الاثنين دول بس اللي لما اجي بسخنه بتنصهر بالحراره، يعني بتسيح زي الشمع دون ان تنحل. الشمع لما اجي بسخنه ايه اللي حصل؟ ساح، بس برضه فضل شمع. الميه وهي تلج بسخنها بتسيح، تفضل برضه ميه، ما حصلش اي تغيير. طبعا كلمه تسيح احنا طبعا نقولها يعني لا بمعنى كده، لكن طبعا عشان اللفظ العلمي الامتحان تنصهر. لكن طبعا هي مش موجودة أو أبنائنا مش مطالبين بها، لكن احنا طبعا عشان كده في المصطلح بنقول معظم الكربونات، ما بنقولش كل الكربونات. بالظبط كده. وبرضه قلنا بعض الأكاسيد وبعض يعني الهيدروكسيدات، لأن الكلام ده مش للعموم، لبعض الحاجات.
برضو كده عشان بدر ابننا اللي اتصل دلوقتي، يبقى احنا كده خدنا كام لون يا بدر؟ وان اول معادله كمين خمس الوان كده، اكسيد الزئبق لونه احمر والزئبق لونه فضي. المعادله الثانيه هيدروكسيد النحاس لونه ازرق واكسيد النحاس لونه اسود. المعادله الثالثه كربونات نحاس، خد بالك من كلمه ده كربونات، لونه اخضر لونها اخضر، اديتني اكسيد نحاس لونه اسود، فده اتكرر مرتين فمش هحسبه. خدنا يبقى كده كام لون؟ خمسه. طب طيب. هنا معلش معانا اتصال، اسامه من البحيره. السلام عليكم يا اسامه. اسامه الو، يعني وطي التلفزيون عشان تسمعنا يا اسامه. اتفضل يا حبيبي، عندك سؤال ولا عايز ايه؟ فصل. طيب ده كده بالنسبه لي الكربونات. الكربونات هنا قبل ما نعديها مستر عادل، برضو كده احنا خدنا غازين اتنين، غاز الاكسجين وغاز ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. ازاي؟ يقول لك كيف تفرق بين الغازين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. مستر عادل في اخر حته في الفيديو قال لك ممكن افرق بين ثاني اكسيد الكربون بطريقتين. انا هاخد اول طريقه اللي هو قالها عشان افرق بين الاكسجين وثاني اكسيد الكربون. هعمل ايه؟ دي فيها ثاني اكسيد الكربون اهوت ودي فيها اكسجين، اجيب شظيه مشتعل عود كبريت اقربه عند الفئه الاكسجين الاقيها بتزداد اشتعال، لان غاز الاكسجين ماله؟ لا يشتعل ولكنه يساعد على الاشتعال. طب الشظيه الثانيه مع ثاني اكسيد الكربون هتنطفئ. طب ليه بتنطفئ؟ لان ثاني اكسيد الكربون خدناه في ابتدائي لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال، عشان كده بيستخدموه في اطفاء الحرائق اللي هو غاز ثاني اكسيد الايه؟ الكربون. يبقى ده تفرقه بين الاثنين. طب لو قلنا بقى الاولانيه اللي هو بامرار ميه الجير، الاكسجين مش هياثر في ميه الجير، لكن ثاني اكسيد الكربون هيعكر ميه الايه؟ الجير. يبقى احنا كده فرقنا بالطريقتين، اول طريقه ثاني اكسيد الكربون والشظيه المشتعل. طيب هو عندنا هو الاسئله لسه عندنا ولا في سؤال تاني؟ معظم كبريتات الفلزات بتنحل بالحراره ايضا، يبقى الكبريتات هتديني اكسيد الفلز، وطبعا مع الكبريتات الغاز هنا بيختلف، غاز ثالث اكسيد الكبريت. خدوا بالكم مستر عادل في الكربونات قال لك خد بالك بقول كربونات، يبقى ثاني اكسيد الكربون مع الكبريتات. كبريتات مش هقول كربون بقى، هقول كبريت، يبقى ثالث اكسيد الكبريت. نفس المثال عندنا برضو هي كبريتات النحاس الزرقاء، يبقى كده في مركبين اتنين من النحاس لونهم ازرق. ايوه هيدروكسيد النحاس الازرق وكبريتات النحاس الزرقاء. بس ايضا هنا يا مستر عادل قبل ما تعدي المعلومه انت قلتها دلوقتي، انا قلت كبريتات النحاس الزرقاء وهيدروكسيد النحاس الازرق، ازاي افرق بينهم؟ بالتسخين. ايه اللي هيحصل في هيدروكسيد النحاس؟ هيديني اكسيد نحاس اسود. طب وكبريتات النحاس؟ برضو اكسيد نحاس اسود، لكن الناتج الثاني مختلف. الغاز هو اللي بيختلف. ايوه مع سال مع كبريتات النحاس بيطلع ثالث اكسيد الكبريت، لكن مع هيدروكسيد النحاس بيطلع بخار ميه. ثالث اكسيد الكبريت ده غاز سام، لو الانسان شمه بيموت في ساعتها. طب ليه بيموت؟ لان بيتحد مع بخار الماء الموجود في الرئتين ويكون ماده اسمها حمض الكبريت، وطبعا من الغازات الحمضيه وابنائنا درسوها في الصف الاول الاعدادي. المعادله بتاعتنا CuSO4 هتنحل بالحراره الى CuO ويبقى عندي SO3، ده اللي هو غاز ثالث اكسيد الكبريت. نشوف معانا برضو الفيديو بتاعنا اللي بيوضع عمليه الانحلال الحراري لكبريتات النحاس اللي موجوده عندنا. ده هنا برضو يعتبر لها بنزين، وادا هنا اهوت ده كبريتات النحاس، ونشوف اللون بتاعها عامل ايه. ادا اللون بتاعها زي ما واضح قدامنا لون ازرق. نبدا نعمل لها عمليه التسخين او ما يسمى بالانحلال الحراري. هنبدا ناخد جزء منها ونحطه على النار ونشوف ايه اللي هيحصل عندنا. هنا زي ما احنا شايفين ادي جفنه عشان برضو الحراره ما توصلش مباشره، وبرضو في شبكه اللي هي اللي موجوده عندنا عشان ما نحرقهاش. يبدا يحصل ايه عندنا لما يبدا نسخن؟ نبص نشوف اللون ده، ده اللون ازرق اهو، ده كده كبريتات الايه؟ النحاس. مع الحراره هنشوف ايه اللي هيبدا يحصل لنا. طبعا بيبدا يحصل عمليه انحلال حراري وتتحول الى هيبقى اكسيد النحاس اللي لونه اسود ويتصاعد عندنا مين؟ ثالث اكسيد الكبريت. ده عندنا هنا بدا الشكل زي ما احنا شايفينه مع الحراره بيبدا يتغير اللون بهذا الايه؟ الشكل. ده عندنا بالنسبة لي كبريتات، هو طبعا اللون مختلف شوية، او اللون ممكن تكون المادة يعني الفيديو مكتوب عليه كبريتات النحاس، ولكن اعتقد ان هي زي ما احنا شايفين كده لما رجعها اضاف عليها المية بهذا الشكل. طبعا هو لما جه سخنها يا مستر عادل ككبريتات نحاس فقدت المية فتحولت لكبريتات نحاس بيضاء، كانت هي قبل كده بس نوضح دي عشان دي كبريتات نحاس. ايوه بيضاء عشان بس نوضح لهم المعلومه. طبعا كانت الصوره في الاول ازرق، دي كبريتات نحاس زرقاء مائيه اللي هي لما ابتدت تسخن فقدت المية فتحولت لبودر اللي هو كبريتات نحاس بيضاء، لما جه حط عليها المية رجع تاني لونها ايه؟ لونها ازرق، عشان بس ما تقولوش ان احنا جبنا يعني دي هو اعتقد خدوها في الصف الاول الاعدادي اللي هي كبريتات النحاس المائيه وما يسمى بالتوتيا الزرقاء. الزرقاء يبقى عندنا هنا زي ما قال مستر عادل كبريتات النحاس بتنحل بالحراره لاكسيد نحاس ماله لونه ايه؟ اسود. ده اتكرر معانا كتير بقى، وده صاعد غاز مين؟ ثالث اكسيد الكبريت. خد بالك اكسيد الزئبق طلع غاز، هيدروكسيد نحاس طلع غاز،
كربونات نحاس، طلع غاز، كبريتات نحاس، طلع غاز، في كل معادله في الناتج غاز، وتكون لك راسب. اول واحده الراسب لونه فضي اللي هو زئبق، الثلاثه التانيين احفظهم بسهوله اللي هو مين؟ اللي هم اكسيد نحاس اسود، اكسيد نحاس اسود، اكسيد نحاس اسود. قبل ما نشوف المعادله الاخيره اللي هي الرابعه، انا حابب احفظكم الثلاث معادلات اللي في الاخر قبل ما نخش على الرابعه. احفظها ازاي؟ بصوا معايا يا حبايبي، سي يو او اتش، انا هحفظ اهوت باي 2 سهم حراره، والمعادله الثانيه سي يو سي او 3 سهم حراره، المعادله الثالثه سي يو اس او 4 سهم حراره. كلهم اهو، ده قلنا لونه ايه؟ ازرق اللي هو هيدروكسيد النحاس، ده لونه ايه؟ اخضر اللي هو كربونات نحاس، ده لونه ايه؟ ازرق اللي هو كبريتات نحاس. بعد السهم على طول في ناتجين. الناتج الاولاني في كل المعادلات اكسيد نحاس اسود، يبقى وانت مغمض في الثلاثه دول بكتب مين؟ اكسيد نحاس ايه؟ اسود، وسهم الاسفل وسهم الاسفل وسهم الاسفل اسمه ايه؟ راسب اسود. زائد اللي ما خرجش، ايه اللي ما خرجش؟ ده سي يو. الحلقه اللي فاتت مستر عاد قال لكم على المعادله، المواد اللي بتخش في التفاعل هي اللي بتطلع من التفاعل. ادي واحده نحاس، ادي واحده نحاس، ادي واحده اكسجين، دول كام اكسجين؟ اربعه. لما خدت منها واحده يبقى بقى في كام او؟ ثلاثه. طب ايه اللي ما خرجش في المعادله؟ الاس ومعاها كام؟ ومعاها او 3. يبقى الناتج الثاني مين؟ اس او 3. طب اشوف كده في المعادله اللي فوق اجرب اللي انت قلته يا مستر، نجرب. ادي واحده سي يو، ادي واحده سي يو، ادي واحده او، دول كام او؟ ثلاثه. خدت واحده يتفضل كام؟ 2. ايه اللي ما خرجش؟ سي او 2، يبقى هكتب له سي او 2 وسهم الاعلى غاز يعكر ماء الجيف. طب نبص هنا، الاثنين دي مضروبه فيهم هما الاثنين، يعني عندك ايه؟ عندك اتش 2 وعندك او 2. خرجت سي يو، اهي سي يو، ادي واحده او، لكن دول كام او؟ 2. يبقى اتفضل كام من الاثنين؟ واحده. ايه اللي ما خرجش؟ اتش 2 او. يبقى المعادله الثالثه اتش 2 او. انا ما حفظتش، انا فهمت كيمياء، يعني فهمت، عرفت ان اللي بيخرج في الثلاثه ماده واحده اسمها ايه؟ اسمها اكسيد النحاس الاسود. يبقى في الثلاث معادلات هكتب اكسيد النحاس الاسود، واللي يتفضل هنكتبه. ماشي يا مستر عادل؟ تمام. طبعا اخر نوع عندنا من الانحلال عندنا اللي هي معظم نترات الفلزات، ودي بتنحل بالحراره الى نيتريت فلز وغاز الاكسجين. طبعا هي مش اكسيد فلز، هي نيتريت الفلز. نيجي عندنا نشوف عندنا نترات الصوديوم البيضاء بتنحل بالحرارة إلى نيتروت الصوديوم، وده لونه أبيض مصفر، زائد غاز الأكسجين اللي بيزيد اشتعال الشظية المتوهجة، برضو نفس الكلام. يبقى أنا عندي كده في مادتين بيطلعوا لي غاز الأكسجين. المعادلة بتاعتنا 2 NA NO3 سهم حرارة بيدينا 2 NA NO2 زائد O2 يتصاعد. ده بالنسبة للمعادلة. نشوف برضو الفيديو بتاعنا هنا اللي بيعبر عن انحلال نترات النحاس الصوديوم، نترات الصوديوم، ودي لونها ابيض بهذا الشكل كده. ونبص أيوة. نشوف اللون بتاعنا بيحصل له ايه. طبعا هنا مع الحراره احنا شايفين في تفاعل اهو، يعني التفاعل بسيط كده في الاول. هنا بتنحل الى مركب ابسط منه زي ما احنا شايفين كده، ده الانحلال اسمه انحلال جزء صغير شويه، جزء صغير بسيط كده، فبتنحل من نترات الى مركب نيتريت، وزي ما احنا شايفين اللون بقى ابيض ايه؟ مصفر. وهنا الغاز اهو بيزيد توهج الشظيه المشتعله. يبقى ده عندنا بالنسبه لنترات الفلزات. طب استاذنك يا مستر عادل كده، بص يا حبايبي احنا هنعمل ايه؟ الخمس معادلات اللي احنا قلناهم دلوقتي، ماشي، كان خدنا كام معادله؟ خمسه. اكسيد زئبق احمر، بعد كده هيدروكسيد نحاس ازرق، بعد كده كربونات نحاس خضراء، بعد كده كبريتات نحاس زرقاء، بعد كده نترات الصوديوم. كام واحده من دول من المعادلات اللي احنا خدناهم دول ممكن اعمل علم مصر؟ ينفع الالوان بتاعتنا اعمل تفاعلات وطلع منهم علم مصر؟ طب علم مصر لونه ايه؟ ابيض واحمر وايه؟ واسود. طب الاسود ده مين؟ اكسيد النحاس. طب الابيض لسه قايلينه اللي هو نترات الصوديوم. طيب اتفضل الاحمر، اكسيد الايه؟ الزئبق الاحمر. ها سهله كده، يبقى عندي علم مصر احمر واسود وابيض. طب ده كده معلومه صغننه بس عشان خاطر ننشط دماغنا. بعد الانحلال في عندنا تفاعلات الاحلال البسيط. يعني ايه بقى احلال بسيط؟ احنا طبعا عندنا تفاعلات الاحلال منها نوعين اتنين، هيبقى احلال بسيط او احلال مزدوج. هنبدا النهارده بالنوع الاولاني وهو الاحلال البسيط، ودي عباره عن التعريف بتاعي، تفاعلات كيميائيه بيتم فيها احلال عنصر اكثر نشاطا محل عنصر اخر اقل منه نشاطا في محلول او احد محاليل املاح. نحط خط تحت الكلمه دي كده، احد محاليل املاح. كنا في الانحلال الحراري كانت بتبقى المادة صلبة، كنت بسخن مادة صلبة، لكن في الاحلال هنا شرط ان انا ادوب المادة في المية عشان تكون لي محلول. يبقى الاحلال ايه هو والانحلال ايه هو؟ انحلال تفكيك جزيئات بعض المركبات بالحرارة الى مركبات ابسط منها او عناصرها الاولية.
ده كده اسمه الانحلال الحراري. طب والاحلال بقى اللي مستر عادل قال لك نوعين، احلال بسيط ومزدوج. ايه الفرق بين الاثنين؟ الانحلال البسيط تعريفه احلال عنصر اكثر نشاطا، محل عنصر اقل منه نشاطا، يحل منه فين؟ في احد محاليل الاملاح. ودول ثلاث انواع. كم نوع؟ ثلاث. احلال فلز محل هيدروجين الميه، ركز لان هيجي لك احلال بسيط تقول له احلال بسيط ونوعه ايه؟ ما تقولش احلال بسيط وبس. احلال بسيط احلال ايه؟ تقول له احلال بسيط فلز محل هيدروجين الميه. الثاني احلال بسيط احلال مين؟ فلز محل هيدروجين الحمض. ايه ده؟ هيدروجين وهيدروجين؟ اه ما دي بتاع الميه ودي بتاعه الحمض. الثالثه احلال فلز محل اخر. احلال فلز محل ايه؟ اخر. يبقى فلز هيجي مكان فلز. طب نبدا باول واحده. طيب الاول عندنا احنا طبعا الانحلال الحراري كان بيخش التفاعل ماده واحده، ايوه، تتفكك بعد السهم الحاجتين. هنا هيبقى عندي مادتين بس منهم عنصر والماده الثانيه مركب يا اما ميه يا اما حمض يا اما ملح. بالزبط. فهنا عندنا نشوف اول مثال عندنا، وطبعا قبل ما نبدا عمليه الاحلال لازم نتعرف على ما يسمى متسلسله النشاط الكيميائي. ايه هي متسلسله النشاط الكيميائي؟ هي عباره عن ترتيب العناصر الفلزيه، خد بالك، ترتيبا تنازليا حسب درجه نشاطها الكيميائي. طيب تبدأ المتسلسله دي بتبدا بمين؟ زي ما احنا شايفين كده عندنا بوتاسيوم صوديوم باريوم كالسيوم مغنيسيوم الومنيوم خرسين حديد قصدير رصاص، والهيدروجين مستر عادل ملونه بلون مختلف اهوت عشان نعرف نميز. وبعد كده في نحاس وزئبق وفضه وبلاتين ودهب. لو احنا كتبناها من فوق هلقى اول واحد فوق البوتاسيوم، تحتيه الصوديوم، تحتيه الباريوم، الكالسيوم، المغنيسيوم، الالومنيوم. كل ما بنزل لاسفل النشاط بيقل. يعني ايه النشاط بيقل؟ اخدناه في اولى وثانيه اعدادي، ان العنصر البوتاسيوم دوت انشط واحد من بقيه العناصر كلها اللي تحتيه. الصوديوم يحل محل الباريوم اللي تحتيه لكن ما قدرش يطلع مكان البوتاسيوم. ليه؟ لان البوتاسيوم اكثر منه نشاط. في السلسله ديت النشاط او التفاعل بيرتبط بحاجتين اتنين، المسافه بين العنصر واللي يحل محله. يعني ايه؟ بوتاسيوم وصوديوم المسافه صغيره لكن بوتاسيوم وخرسين المسافه كبيره، يبقى اي تفاعل هيكون اسرع؟ في الاثنين هيحصل احلال بس مع الخرسين اسرع. ليه اسرع؟ عشان المسافه بعيده بين العنصر، يعني النشاط بتاع البوتاسيوم اكثر نشاطا من عنصر ايه؟ الخرسين، فيكون التفاعل ماله اسرع. خد بالك من اللي انا بقوله مره تاني، البوتاسيوم مثلا والالومنيوم المسافه كبيره لكن بوتاسيوم وباريوم المسافه صغيره. البوتاسيوم هيحل محل الاثنين لانه انشط منهم لكن هيكون اسرع مع الابعد، هيتم بسرعه. خد بالك بقى الهيدروجين، الهيدروجين دوت هو الميزان بتاعنا اللي انا بقيس عليه نشاط العناصر. تحت الهيدروجين العناصر اللي احنا بنسميها العناصر اللي هم اقل نشاطا اللي هو نحاس وزئبق وفضه وبلاتين وايه وده. طيب بالنسبه عندنا للعناصر اللي بتسبق الهيدروجين حاجه من اتنين، يعني دايما لما يقول لي هنا العناصر ديت تحل محل الهيدروجين، ليه؟ يا اما اقول لانها تسبقه في متسلسله النشاط الكيميائي او لانها اكثر منه نشاط. العناصر التي تلي الهيدروجين لا تحل محله، يبقى السبب ممكن اقول لانها تلي الهيدروجين أو أقل في متسلسله النشاط الكيميائي او لانها اقل منه نشاط. وطبعا احنا قلنا لهم عشان يحفظوا المتسلسله لو نفتكر كده نوضحها لهم الكلمه. قول يا مستر. بص يبقى هنا حرفين اتنين، الب بوتاسيوم والصاد صوديوم. يبقى كده عشان برضو ايه يعني حاجه تسهيل بنربط الحاجات. بكم؟ دول ثلاث حروف، البيه باريوم والكاف كالسيوم والميم مغنيسيوم. يبقى دول كلمتين هم تخدوا خمس ايه عناصر. بص بكام اخ؟ يبقى الالف الومنيوم والخاء خرسين او الزنك، بعدها حكر يبقى الحاء حديد، القاف قصدير، والر رصاص. هيدروجين ده بقى الميزان بتاعي، بنكتب ايه؟ الهيدروجين. حصل له ايه بقى اللي بيعمل الكلام ده؟ نزف، النون نحاس، الزين زئبق، الفه فضه، اخر عنصرين عندنا بلاتين وذهب. يبقى كده يعني دي احنا ربطناها بشكل معين بحيث نوضح. بص بكام؟ اخ حكر الهيدروجين ونزف. ماشي، طبعا دي طريقه سهله عشان تحفظوا الايه المتسلسله، لان لازم أن تكون عارف مين قبل مين. ليه؟ لان هيجيب لك اسئله يقول لك ليه دوت حل محله وليه ما حلش محله. طبعا زي ما قال مستر عادل معلومتين مهمين قوي في مسلسله النشاط وفي الدرس بتاعنا بتاع الاحلال البسيط. انا قلت في الاول حاجه في الانحلال الحراري لما جاوب سؤال ماذا يحدث او علل قلت ثلاث كلمات، لانه ينحل بالحراره ويعطي. طب هنا هاجي اقول بقى في علل ايه اللي هيحصل او ماذا يحدث؟ نقول لانه
ليه بيتغير اللون؟ تقول لانه يحل محله. يحل ايه؟ محله. طب ليه بيحل محله؟ لانه انشط منه. يبقى يحل محله لانه انشط ايه؟ منه. او يحل محله لانه يسبقه في مسلسله النشاط الكيميائي. اي خمس كلمات في احنا قلناهم سهل. يحل محله ليه؟ لانه انشط منه. الثانيه يحل محله ليه؟ يقول لانه يسبقه قبليه يعني في مسلسله النشاط الكيميائي. لو انت شاكك ان هو مش قبليه ما تكتبهاش. اما نكتب ايه؟ ليه بيحل محل؟ لانه انشط منه وخلاص، لان انت ما انتش فاكر ان كان قبليه او بعديه. فاكر ومتاكد اكتب اللي احنا قلناه، لانه يسبقه في مسلسله النشاط الايه؟ الكيميائي. يسبقه يعني قبليه. يسبقه يعني ايه؟ طالما هيحل محله لازم يكون قبليه. يعني احنا عشان خاطر نركز مع بعض، اول نوع عندنا بقى وهو احلال فلز محل هيدروجين الماء او الحمض، وعندنا فلز زائد ميه هيديني هيدروكسيد الفلز زائد غاز الهيدروجين. طبعاً وده بيشتعل بايه؟ بفرقعه. المثال اللي عندنا خدوها في ثانيه وفي اولى اعدادي، صوديوم زائد ميه هيديني هيدروكسيد الصوديوم زائد غاز الهيدروجين اللي بيشتعل بفرقعه بفعل حراره التفاعل. لو حبيت اكتب المعادله هيبقى 2Ne زائد 2H2O. طبعا هنا ما فيش حراره. هنا لو احنا لاحظنا ده عنصر وده مركب، والعنصر ده المفروض هيخش يطرد مين؟ هيطرد الH دي، يقوم يدينا 2NaOH زائد H2 يتصاعد زائد هيت او حراره. نشوف عندنا فيديو بيوضح عمليه احلال الصوديوم محل هيدروجين الميه. ده كده قطعه من قطعه من الصوديوم. طبعا التجربه دي احنا ليها احتياطات امان. احنا طبعا هنا التجربه او ده بتتم فيه اهو زي ما احنا شفنا كده، بدا عمليه اشتعال عندنا اهو. الصوديوم طبعا اتفاعل مع الميه، ابتدى يشتعل اهوت وهيم على وش الميه عشان اقل الكثافه. شايفين ايه اللي بيحصل هنا؟ طبعا هنا ده غاز الهيدروجين اللي بيشتعل بفرقعه وعشان كده احنا قلنا من ضمن الاحتياطات اللي موجوده عندنا في الكتاب. وهنا بيعيد الصوره تاني بيوضحها اكتر. وقف كده مستر عادل، وقف ثانيه واحده بس. وهنا بيوضح الصوره عندنا. وقف ثانيه واحده بس. بص يا حبايبي، طبعا من ضمن الاحتياطات اللي قالها مستر عادل ان انا بستخدم حته صوديوم في حجم الحمصايه، وحاجه تانية الراجل حطها وبعد يعني ده غير كده. هنا بيبقى فيه حوض خاص او خزانه خاصه للتفاعلات الكيميائيه الخطيره بيقفلها وبيبقى بيلاحظ من خلال المستر المستر حطها وبعد عشان خاطر لما يجي المستر يعمل تجربه في المدرسه ما يتلمش حواليه، لان في تجارب خطر. فاحنا هنا بنقول ان حصل قبل كده من سنتين ثلاثه كان في مشكله في مدرسه من المدارس عندنا بسبب تفاعل الصوديوم دوت. فهنقول يا جماعه الاحتياطات ان الصوديوم يكون قطعه صغيره، والراجل في بدايه التفاعل كان ماسكه بماسك، وطبعا الصوديوم بيفصل تحت الكيروسين عشان يمنع تفاعله بهذا الشكل. طبعا التفاعل خطر. هو طبعا احنا بالفيديو ده او بالتجربه دي بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا. شكرا لحضرتك يا مستر حسام. شكرا ليكم، واتمنى طبعا نكون فدنا ابنائنا، وان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم كل سنه. ابنائي وبناتي ان شاء الله هنستكمل موضوع التفاعلات او تفاعلات الاحلال البسيط والمزدوج ان شاء الله في الحلقه القادمه. حتى نلتقي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.